يا سلام يا عدم البرق ينهش واسقم الراعد وشنت غمامة وعود بن سالم الشعر تهدي التهاني للعريس بشير يوصل مرشرش بالشذا والزهر نافح خزامة. هذا الأبريت إهداء للعريس الغالي بشير عادل الحالمي. هذا الأبريت إهداء خاص من والد العريس عادل ناجي أحمد الحالمي، وتهنئة خاصة من عماد أحمد ناجي الحالمي، وكذلك تهنئة خاصة من إخوان العريس محمود الحالمي ومحمد الحالمي وسفير الحالمي. سيكون هذا العرس ليلة الحنة تاريخ 18/5/2024، والغداء والمقيل بتاريخ 19/5/2024 محافظة إب قاعة برلين. يا سلام يا عدم البرق ينعش، يا سلام يا عدم البرق ينعش، يا سلام يا عدم البرق ينعش، والجمال رعد وشنات غمامة، والجمال رعد وشنات غمامة. للعريس بشير بيوصل مرشرش بالشذا والزهر نفح خزامة، بالشذا والزهر نفح خزامة. يا زحل طردي منا بالإيه.
شا من خيل الروس ما نظل ما ظله كل جبال السود ما نخشى سوى الله والردي ما نقبله كل اللي فارس يفرض سيفه وخيله كل اللي فارس يفرض سيفه وخيله عزنا بالسيف والتاريخ شاهد والوفاء لأهل الوفاء فينا عوايد ونبارك بارك راعد رعدنا والديف يعرض من عويله رعدنا يعرف من عاويله قالبنا الحالي مش اللي البنادق زميلي بالحالي من حالك وخالك في ناسك يتبع ناسك والقوافي بالعيارات الثقيلة والقوافي بالعيارات الثقيلة مش مش بعاد الخال أولاد الحالمي الكرام السادة القوم البواسل وش ما خشبخ يا زرحل فردي منا بالإبا يوزن قبيلة فردي منا بالإبا يوزن قبيلة شامي خيل الروس ما نظل ما ذله كل جبال السود ما نخشى سوى الله والردي ما نقبله كل اللي فارس يفرض سيفه وخيله كل اللي فارس يفرض سيفه وخيله عزنا بالسيف والتاريخ شاهد والوفا لأهل الوفا فينا عوايد ونبارك بارك راعد رعدنا والديف يعرض من عاويله رعدنا والديف يعرض من عاويله رعدنا والديف يعرض من عاويله زفوا معي أجمل العرسان على النغم وعذاب الحر برعاوي
مرحبا حيا الرجال النشامة ما يرد الهول والدافعية وصلكم كالبدر نور ابتسامة والنجوم البشر فدا مضية زادت الفرحة بكم يا قبائل البشاير يوم جانا نباها come on.